اتخذت السلطات السورية إجراءات وقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مطار دمشق الدولي، وطهرت وزارتا الصحة والنقل الطائرات القادمة والمغادرة، إضافة إلى تطهير البوابات وقياس درجات حرارة الركاب. وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي إنه لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة في سوريا حتى الآن. وأعلنت سوريا أيضا أنها اتخذت إجراءات وقائية بجميع الموانئ والمعابر الحدودية، وعلقت السفر إلى العراق والأردن، وأوقفت السياحة الدينية لمدة شهر.